بعض الكاميرات الكانون فأنا معظم الأوقات يعني يسأل بعض المشاهدين عن الكاميرات اللي بستخدمها في التصوير. في أول الأمر كان من تليفون، وبعدين طور لتليفون السامسونج النوت 10، النوت 9، بعدين النوت 10، والآن بستعمل تليفون يعني LG، لكن الجودة فيها مش يعني كثيرة. لكن من اللي سمعته من زمان انه افضل كاميرا هي بتكون الكاميرا اللي موجوده معك حاليا، فاللي كان موجود هو الان. لكن بسبب الـ الامكانيه الان ممكن تسمح لنا نجيب كاميرا بشكل افضل من اللي موجود على اساس يعني للتصوير. هذه كاميرا نيكون D7500 DSLR، وبعرف DSLR ممكن يعني من النوعيه الممتازه. هذه هي ال DSLR D750 وهذه ال 7500. شوف في يعني الفرق بالسعر تقريبا. ب 4499 لوميكس. وأنا اللي بعرفه عن النيكون وعن الكانون هي من أفضلها، وكذلك يعني السوني، لكن خبرتي أنا في النيكون أو الكانون أكثر شيء يعني. أنا الكاميرات هذه أيضا سوني ألفا 5100، هذه ألفا 6100، وهذه سوني ألفا 6000 6400، أيضا سوني ألفا A7 3 موديل الثالث. نيجي نشوف موديلات اخرى، سوني هذه 20 ميجا بكسل فيها، هذه نيكون كول بيكس 9000، هذه نيكون كول بيكس B500، وايضا في الكانون هذه اللي كانت معي من قبل، هذه الكاميرا اللي كنت استخدمها من قبل لكن للسبب ضاعت يعني، فمش يعني بحسن لقيها، فالان لازم اجيب واحده بدل. فهي الكانون G7 الاكس مارك 2، هذه اللي كانت بالضبط اللي كانت عندي من قبل، وهي المارك 3 اجدد منها بشوي. فبحب اخذ رايكم، اذا في عندكم اي اقتراحات على اي على افضل كاميرا يا ريت لو نسمع منكم. وبشوفكم ان شاء الله مع فيديو جديد نتكلم فيه عن الموضوع القادم. يبدو الاسئله متناول الاطفال، معكم ضابط عزام.